صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك؟ واضح أن الموت لا يدري الإنسان في أي لحظة ينزل به، وإذا مات صار إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا مات الإنسان فإن كان مؤمنا صار إلى الجنة، وإن صار كافرا أو منافقا صار إلى النار، وهو لا يدري في أي لحظة ينزل به الموت. نعم، فهذا حث على المبادرة، التوبة والعمل الصالح، وأن لا يؤجل الإنسان التوبة والعمل الصالح إلى وقت آخر لعله لا يدركه. نعم.